السلام عليكم، عدنا من جديد. مش احنا اللي عدنا، المشاكره اللي هاد ما عرفتش انا واش عاد ولا لا، ولكن انا صراحه والله ما متبع السيد هذا، السيد الفكاهي الفكاهي وحامل الوعود، حامل الوعود كاتب والله يدعوف عندي معلومات واللي غنديروا واللي واللي عارف كاع المعلومات وغطره، وهذه اللي قال لكم مشاكره شي حاجه كون على يقين انها ما غطراش، الا قال لك مشاكره عندي معلومات وتعرف راه ما عنده لا معلومات لا والو، يعود من جديد باش يقول لنا غيحضرنا، غيحضر المغاربه السي المشاكره، غادي يحضرنا، غادي يقول لنا راه جاي شي لعيبات، هو كيعلم ما عرفش من كيعلم هاد اللعيبات هادو، كان كيعلم بان غادي يتعاود الماتش ديال الجزائر وبقى من الاول ومزرزر الشعب الجزائري من الاول، هو كيقول لهم غادي يتعاود غيتعاود 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 غيتعاود، بقى حتى بدا المونديال ويقول لهم ما غيتعاودش زرزرهم وزرزرنا معه وزرزر كاع الامه العربيه. على اي ندخلوا نشوفوا اليوم اشنو هما الانباء الخطيره عن اقتراب سقوط الحكم الملكي. ها هو اللي عارف دابا، هو نورمال هو في وسط القصر عارف اشنو كاين. ندخلوا نشوفوا اش غايقول. قولنا خطي الموضوع خطير وخطير جدا، سواء كان على المغاربه او الجزائريين، راح اصالحكم بالحقيقه. حنا بجوج، حنا والزيرين الحقيقه، سواء كان المغاربه او الجزائريين، تعدى المغرب وتعدى الجزائر مؤخرا، الامر كبير كبير بزاف، ولا اكبر من المغرب واكبر اكبر من منطقه كامل، ولا لعب 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 كبير، لانه اقولها بصراحه بصراحه الصراحه اخر ملك للمغرب للاسف هو الملك محمد السادس شفاه الله. واش تقولها؟ راح تصير امور كبيره، راح تنفجر المنطقه قريبا، يعني 90% محللين ستنفجر المنطقه قريبا، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. الجزائريين ما على بالهمش، نعطيهم واحد المعلومه وكذلك المغاربه، انه امريكا منذ اسابيع في 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 مناورات الاسد الافريقي، كانت طائره امريكيه طلعت من الصقليه كانت ستستهدف بطاريات اس 400، لانه الجزائر شفته مؤخرا في 5 جويليا ديفيلي هذاك، ما خرجوا غير الاس 300، لكن الجزائر عندها الاس 400 وعندها حتى سلاح اخر متطور جدا. داكور. لم يستعرض، لكن لا خلاهم خبي لا بالهم، يعني هو عارف هذا الشيء، هو عارف. طائرات من الصقليه من ايطاليا تحت تبعد يعني من قاعده حلف الناتو، وفي اخر لحظات يعني بقات 20 دقيقه لكي تستهدف هذه البطاريات، جاء قرار من حلف الناتو ما تفهموش، تخلط بيناتهم، قال لك طائره طير من حين قاعده حلف الناتو، لا تحب امريكا تضرب ولا اسرائيل تضرب، تروح من قواعدها ولا من قواعد تاعها الخاصه. وحلات امريكان ما قداش يمشي من قواعدها، ما قداش، هذا هو المشكل الوحيد، كان خاصها تمشي من قواعدها وما قداش. بواسطة نووية روسية، وهذه كلها مناورات كبيرة، لهذا الزيارة الثانية تاع شنقريحة لفرنسا ماهيش زيارة اللي كيما يقولوا ميدي ار جماعة، باللي راهي تحضيرا لزيارة الرئيس لبون، الأمر أصبح كبير جدا، لهذا أحذر الجزائريين، الجزائريين مازال فيه منفذ، منفذ باقي عندكم فين تهربوا، باقي خوشي الجزائريين باقي عندكم واحد المنفذ. للاسف المغاربه نقول لهم صاي انتهى المغرب، المغرب خالف المغاربه، حنا صافي انهيار الدرهم، انهيار الدرهم، القروض الان راهي البنوك راهي في الكواليس راهي تطلب في 70 مليار دولار انهيار الدرهم تاع المغرب. اش بلاش بلاش، شو داز انهيار الدرهم قبل ما يدوي، وانت دويتي على انهيار الدرهم وما داويش على انهيار الدينار. ها دابا الى قارنا ما بين الدرهم والدينار باين ما يمكنش غتقارن، فهمت؟ حنا كندويو بشنو كاين بالحقائق، ما غدوي لي على انهيار الدرهم قبل ما تدوي على انهيار الدينار. واه السي المشاكر زيد زيد. هي مشاكل كبيره صايره، راهم مغطيه سواء كان في المغرب سواء كان في الجزائر، مغطيين على المشاكل هذه وما همش حابين يهضروا ويكذبوا على شعوب. انا اقول لكم الحقيقه وانتم دبروا يا صاحبي. الحمد لله كاين مشاكل. الرادات تاع المغرب اليوم راهي خذا القرار لانه لازم تخلص على المغرب، المغرب ما كانش. التطبيع ورط المغرب، ورطوا المغرب باش تقول خلص ولا تيقول ما تكمل في التطبيع، قلت لك خاصهم يخلصوا المغرب، خاصهم يخلصوا. صافي عطاهم مول، دايرين كريدي حنا عند مول الحانوت، خاصك تخلص خرج، يقول لنا خرجوا من المغرب. زيد 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 على بيك. كابتن المغاربه ان المغرب يعني راه ايام كحلاء جايه، ايام كحلاء، انهيار الدرهم، اللي عنده الدرهم من الساحه الخاوتي المغاربه، اللي عنده الدرهم يبيعه اليوم ويشتريه دولار، ما
ما تشتريش اورو، اشتري بالدولار. ما تشتريش اورو، اشتري بالدولار بالمقابل، لانه الدرهم سينحدر، سينكسر يوما بعد بعض. يوما بعد بعض. انا نعطيكم في اسرار اللي ما تمكنش لي من ذلكم. اي لا لا المشاكل يا ترى المشاكل بوعدوا اللي عارف هادشي، بوعدوا اللي عارف هادشي المشاكل ومعلوماته السريه. ما تقولوش اني قاعد ندافع على الجزائر، لانني قاعد نهاجم حتى في الجزائر، وراني قاعد نقول في حقيقه سواء كان الشعب المغربي ولا الشعب الجزائري. لا ما تقولش الشعب، دوال الجزائر فين اقتصاد الجزائر؟ تعدى كل شيء. اللعب تاع كبار المغرب بعد بوعت، يعني بالعربيه بوعت، باعوها بوعت. تحبوا تقولوا المغاربه الجزائر باعوها، قولوا كما تحب. انا نقول لكم باللي راهي الجزائر راهي مازال كاين رجال راهي واقفه. هذا هو كيلعب على الحبلين، ودابا عارف كاين اللي كيتفرجوا فيه من هنا ومن هنا، خاصو يدوي بدبلوماسيه، خاصو يدوي بحال هكا ويجر الخاطر لهنا. ولا بغيتو تقولوا حتى الجزائر تبعات قولوا هذه، فهمتي؟ ما باغيش يخسر الجهتين هو، خاصو الحبلين يبقاو شادين ليه باش يبقى غادي بحال هكا في هذا الهيد ديالو لكي لا تنهار. لكن المنطقه هي على كف عفريت، المنطقه على كف عفريت صراحه، المنطقه على كف عفريت. واوروبا راهي تجري، تجري اوروبا تركض لكي لا تنفجر المنطقة، لأنه لو أي شيء يحصل في المنطقة سواء كان في المغرب أو في الجزائر أو في تونس، أو يعني خاصة هالثلاث بلدان الجزائر تونس وخاصة الجزائر اللي هي مفتاح إفريقيا، أوروبا السلام عليكم. لهذا مصلحة أوروبا هي مصلحة أن يكون أن يستتب الأمن. لكن الأمر المغاربة نقول لهم باللي راه أوروبا ليس راضية تماما على واش صاري التطبيق الغاهي. ما نحكي لكمش، وكم شفتوا العقوبات الاخيره وشفتوا التحكم. تاكدوا على التطبيع هذا، التطبيع هذا الفرق ما بين التطبيع المغربي وباقي التطبيعات، وان المغرب قال راه حنا غنطبعوا، وماشي حتى التطبيع، قال اننا غادي نردوا العلاقات اللي كانوا من شحال هذه، وعندنا اسباب علاش نردوا هذه العلاقات. هذا اللي حنا ان مغربي كما بغى تكون الديانه ديالو كيكون مغربي. انت ماشي الله سبحانه وتعالى اللي غادي تحكم على بنادم وتقول ليه لا خاص تكون في هذا الدين هذا باش تبقى، ولا هذا الله هو اللي كيحاسب بنادم على اش من دين. سواء كان مغربي يهودي فهو مغربي، رغم انه اختار انه يكون يهودي، ولكن ما باقي في الدول الاخرين كلشي مطبع، كلشي مطبع، كلشي كلشي كلشي. اللي ما مطبعش فاس مطبع تحت الطابله، وهذه والكذوب والنفاق وهذا كلشي، وكيكذبوا على الشعوب ديالهم، كذبوا عليهم احنا ما كنطبعوش، ما كنطبعوش. حب اوروبي ناض للمغرب وناض، لانه كل واحد يضرب على مصالحه. هذوما اوروبيين دول تاع الغرب منافقين، خوتي المغاربه منافقين، ما يهضروش. اكره ناس، ما كانش ناس يكرهوا اليهود قد الاوروبيين وقد هذوما تاع الغرب. اكشتوهم جمعوهم روحوا عطاهم تكونوا لهم دوله، اعطاهم فلسطين باش يخرجوهم من عندهم، لكن ما قدروش، مازالوا متجذرين. لكن مصالح اوروبا يعني لا تكون باقتراب الكيان وقواعد امريكا في المغرب. اوروبا لا تريد هذا، كاين حرب بارده بين اوروبا وامريكا، وكم شفتوا في الصرافيه في الافلام. اللي سمعوا كيهضر بحال هكا يقول السيد راه فاهم وعارف شنو طاري. شوف كل شيء المصالح. تعرف كي قلتها جديدة، كل شيء مصالح. داخل في المصالح ديالي مرحبا بك، ما داخلش في المصالح ديالي الله يعاون. كل شيء بحال هكا، حقوق الإنسان، الديمقراطية، داكشي كل شيء كذوب، كل شيء كذوب. ما كاين غير المصالح المصالح المصالح. وأوروبا، أوروبا اللي كيدوي عليها السيد هذا اللي غنضربوا الحساب، أوروبا من أكثر، ولا الاوروبيين ولا الحكام الاوروبيين اكثر الناس اللي ما خلاوش هذه المنطقه ديالنا انها تزيد، ما خلاوش شمال افريقيا ولا افريقيا كامله تزيد، لانهم استعمروها، خلاو النزاعات، خلاو الخلافات، خداو ليها الثروات، وغادي بحال هكا في هذا الكذوب هذا من شحال هذه. معايا مرحبا، ما معاياش لا، وغادا بحال هكا. المغرب دابا باش سد عليهم الباب ولا كيدير معاهم ديك سياسه المثل وما يتخربقوا، ما بقاوش عارفين اش كاين. وراه اللهم تكون مع القوي، الا كان كلشي منافق اللهم نكونوا مع القوي حنا. في المره الاخيره تاع اللي خرجت انجلترا وكلشي، لانها شوف راهي كارثه، وكاينه ازمه اقتصاديه عالميه راهي راح تشعل كل المناطق، لانه الدمار الهدام. اذا اطلب منكم ان تبارطاجيو الفيديو لكل الشرفاء ولكل الناس باش تعرف. وهذه نصيحه لخوتي المغاربه،
وقفوا على بلادكم، بلادكم راهي تباع، المغرب راهي تباع، تباعها المخزن، باع المخزن، المغرب راهي تباع. الجزائريين نقول لهم كلهم رجل واحد، لانه البلاد الان راهي في انفورش. والله يا خاطي قب، شوف ما نحكي لكمش، ما نحكي لكمش، امور كبيره وخطيره، ما نحكي لكمش امور خطيره، ماهيش لعبه تاع ولاد. الله يجزاك صقع ضرب كبير كبير بزاف. اذا الجزائريين واش نطلب من الجزائريين؟ نطلب من الجزائريين التلاف وراء العمود الفقري اللي هي المؤسسه العسكريه، واطلب من المؤسسه العسكريه وكذلك الاعلام الجزائري ان يكون في المستوى التحديات، لانه مستواكم تحت الصفر. الاعلام الجزائري مستواكم تحت الصفر. العمل اللي يقوموا به راهم يقوموا به جماعه السوشيال ميديا الجزائريين، الحمد لله الشباب الجزائري والمغتربين الجزائريين راهم يدافعوا على بلادهم. ما والاعلام ديالكم كيدوال الاعلام نقول بان الاعلام راه محكوم حتى هو من العسكر. علاش النفاق؟ هذا هو النفاق، هذا هو النفاق. المغرب ربح في كاس العالم ما ذكروهاش، ما قدوش يذكروها، حيت الا تذكرات غادي يجيو ليهم العسكر. الاعلام ديالكم ما كيتقدمش وما عندوش الحريه وما عندوش ديمقراطيه، حيت شادوا العسكر. هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه. فين عمر حنا الاعلام ديالنا ما بغاش يقول الجزائر، اسم ديال الجزائر؟ هنا فين كتبان العقده، كيبان كاين واحد المشكل، كاين واحد المشكل عند النظام، داك النظام اللي حاكم الجزائر فيه مشكل، ولكن انت ما تقدش تقولها، ما يقدش يقولها، حيت غتحرم عليه يمشي للبلاد وما يبقاش يدخل الجزائر وما غتبقاش حتى حاجه. اون فوا كتقول شي حاجه ضد النظام فانت كتولي من المغضوب عليهم. انكري ديما نقول لكم خاوتي، ما تحقدوش على الجزائر لكرهكم للسلطة. إذا كان تكره السلطة، السلطة ولا عباد السلطة ولا فاسدين السلطة، لا تكون عدو لبلاد. ما نتكلمش على الخوانة اللي باعوا ذمتهم، الجماعة اللي باعوا ذمتهم، معروفين الخوانة هذوك مثل أنور مالك وعبد الصمار وهشام عبود وهذوك، خلاص مين؟ هادو باعوا، هادو من اللي باعوا؟ قال لي ضد النظام باع. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. تقد تخرج تقول غير شي حاجة، تقول بأنك ضد، غادي تخبر، غتخبر عبد الصمار وانور مالك. انور مالك كان معاهم وكل شيء، وكان كيقول الصحراء الغربيه وهذه. اين فوا عاق وعرف القضيه شنو كاين، روج المغرب. باقا نديرو فيديو على الزياره ديال انور مالك وغادي نشوفو، شوفو شنو شاف في المغرب. لانك هاد النظره اللي باغي نعطيكم على ان المغرب عدو وان المغاربه كيكرهوا الجزائريين وهذا الشيء، خاص تحيد الفكره هذه. جيو مرحبا بكم، اجيو تزوروا المغرب، اجيو تشوفوا وتشوفوا العلاقه والحب اللي كاين من المغاربه للجزائريين. وسمعنا هذوك ما تزيدوش تلوموا عليهم، لان مصاير راهم في حجر الاعداء تاع الجزائر، وفي حجر الكيان، في حجر الكيان، والكيان هو من يزودهم بالمعلومات في حجر الكيان. الكيان الان هو من يسير في المخزن. خاوتي المغاربه وقفوا على بلادكم، نصيحه تاع اخ يريد بالامه خيرا ويريد بالانسانيه كامله، يا شكرا، ولا تريد شرا باحد. واه الحمد لله، الحمد لله كاين المشاكل، الحمد لله. المغرب راه يتباع، والملك راه مريض لاقصى الحدود، وهو سيكون خطه اخر ملك تاع المغرب، وسوف ترون كل شيء في الايام القادمه. والايام بيننا، والايام بيننا. وغنرجعوا لهذا الفيديو هذا ديال السي المشاكر، هذا اللي الماتش اللي غيتعاود، اللي بقاش شحال من امتى، هو شي 6 شهور هو كيقول غيتعاود غيتعاود غيتعاود، وما تعاود حتى حاجه، وباقي عنده الوجه باش يرجع، باقي عنده الوجه باش يرجع، وباقي الناس كيتصنتوا ليه، باقي الناس تصنتوا لهذا. هذا واش باقي تصنت ليه البنادم اللي بقى هو وديك صوفيا بالامان وهذا، وبقاو كيجرجروا بنادم، وعندنا معلومات عندنا هذا، كيتاجروا كيتاجروا في الاحاسيس ديال الجزائريين. ستسأل المنطقه على كف عفريت، المنطقه على كف عفريت، المنطقه على كف عفريت. هذا ليس كلام، انا قاعد نقول لكم كلام تاع تقارير مخابراتيه وكل شيء. منين جاك انت التقارير المخابراتيه؟ ادعو كل الجزائريين، تدعو وادعو كل، ما عمر ما جبت شي دليل. شويه الحراب، الجزائريين كل عرب واين كانوا، كل الطوائف، ان يقفوا وقفه راجل واحد. ونقول لخوتنا القبائل كلهم تذكروا الدالحو الله يرحمه، درقاس العالي، لما انشق وطلع الجبال وتمرد مع ابو مدين، وصرات لافير تاع مقالة وصمار تاع في ديندوف، ونزل وهبطوا، وقال لك لما تكون الجزائر تنادي ما فيها لا هذيك لا هذيك. اذا كذلك انصح المسؤولين الجزائريين ان يستعجلوا بالمصالحه الحقيقيه مع كل جزائري اللي لم الشمل، لانها الامر جلل والامر خطير جدا.
وليست ضحك ومسخير ولعب. هذا كلام يعني ليس كل ما يعرف يقال، لكن الآن تحتم علي أن أقول للجزائريين أن المنطقة على كفافين، والأيام القادمة ستكون أيام كحلاء على من كحلاء. لا يتفكى رجل حماية عينه سيبكي كالنساء على بلد لم نحمه كالرجال. نحن رانا نقول لكم ورانا قاعدين نقول لكم في امور خطيره وخطيره. اخواني المغاربه والله الا فكاهه السيده البلاد راهي تباع، ارضنا تباعت، المغاربه تباعوا، المغرب تباع مليار درهم، ولكن في الجزائر وقفوا مع هذه. وشو هذا النفاق هذا في كل المواد الغذائيه خاصه السكر وكل شيء في المغرب؟ امور كارثيه، حل في العالم، حل في العالم، زياده في العالم كامل، ولكن في الجزائر راه ما كاينينش. دوي على الطابور ما كاينش في الجزائر، علاش كتنافق؟ نفاق، نفاق هاد السيد هذا النفاق. الله يجعل البركه، صافي الله يجعل البركه من السيد. والله راه قد يجيب لك نوبه قلب على الهضره اللي كيقول هذه. النفاق فهمتي كلاب على الحبلين، والصراحه ما يقولهاش. غلاء الاسعار راه كاين في العالم كامل، وي كنتضروا وما كرهناش وكندويو عليها وكنخرجوا ندويو عليها، ولكن في الجزائر ما كاينش المواد، ما كاينش الحليب، ما كاينش الغاز. شفنا فيديوهات ديال البوطه اللي كيدير عليها بنادم السربيس، شفنا شحال من حاجه. هذه حقيقه، الانترنت راه مابقاتش كتخبي حتى حاجه. حنا دابا اي حاجه بغيتها كاينه، وي غاليه غلا داكشي شويه ولكن موجود. وكيقول لك المغرب تباع، فرنسا ما تباعتش، اللي مشاش نقريها حتى لتما عطينو طريبيش ديال العساس ديال هذه اللي المفاوضه مشى للطاليان بيع لهم، بيع لهم باع كاع الغاز. فرنسا نقص عندهم، الطاليان نقص عندهم الثمن ديال الغاز، وفي الجزائر كيقلبوا عليه. تسطيع والله الا تسطيع. انهيار الدرهم، انهيار الدرهم. والدينار، الدينار شحال يساوي دينار مقارنه بدرهم ولا دولار؟ شحال في الدولار شحال يجيب من دينار؟ والله هادو ما التساؤلات منين بداو تصنطوا. وي راه كاينين الناس اللي عزيز عليهم يبقاو يسمعوا هذاك الشيء اللي كيعجبهم، باش كتنعس كتبقى كتحط راسك على شي مخدور تبقى تسمع وديك الناس. هادشي زوين، كلشي غادي زوين، يلا الناس. وراه هو هاد السيد هذا، هاد المشاكر هذا بحالك فكاهي، والله الا فكاهي. خاصو هذاك خاصو داك النيف الحمر بحال شي كلون، هذا ما كان مسينو حاجه اخرى، تفاهات وهرطاقات باش يجمع ليه فيو بالبارطاج والتخربيق وداوي خاوي. والايام بيننا هاد الهضره هادي غادي نشوفوا، الايام بيننا وغادي نشوفوا هاد الهضره واش غادي يقول. وغيبقى غادي بحال هكا حنت صدقات لي هذيك ديال كاس العالم، غادي تعاود الماتش روج بها. دابا عاوتاني كيروج لاي حاجه، وغادا وعنده معلومات وعنده هذا. منين جاب معلومات؟ الله اعلم. فين هما الادله؟ ما كاينش ادله، ما كاين حتى حاجه، ولكن هو عارف، هو كينبهنا وعارف. الله يهديكم، الله يهدي اللي عارف شي حاجه، يقول خير يسكت، يقول خير يسكت، ما تكذب وتبقى تكذب على بنادم بحال هكا. الله يهديكم على عين، تهلاونا في راسكم ونتلاقاو في شي فيديو اخرى.